السيسي the president of the Republic of Egypt and the chairperson of the African Union and his honorable guests. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقي، السادة رؤساء الدول والحكومات، الحضور الكريم. على مدار يومي 11 و12 من ديسمبر استضافت مدينة أسوان بجمهورية مصر العربية الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين تحت عنوان أجندة السلام والتنمية المستدامين في إفريقيا. ينطلق المنتدى من الاقتناع الراسخ بالارتباط الوثيق والأزلي بين تحقيق السلام والتنمية المستدامين، ومن الحرص على تعزيز ملكية القارة الإفريقية لهذه الأجندة، وإدراكاً لمركزية دور الدولة الوطنية كقاطرة لتحقيق السلام والتنمية المستدامين، وللفرص التي يمكن للقارة اغتنامها لإحداث تحول في بيئتها الأمنية والتنموية، وللتحديات التي تهدد هذا التحول، الأمر الذي يستوجب تغييراً هيكلياً في سبل ووسائل وآليات التعامل مع تلك الفرص والتحديات. لقد طورت أجهزة الاتحاد الإفريقي على مدار السنوات الأخيرة منظومة متكاملة من السياسات والأطر لأحداث مثل هذا التحول، ولكن يبقى التحدي الماثل أمام القارة هو تفعيل تلك السياسات والأطر من خلال آليات تنفيذية تفرز نتائج ملموسة في حياة الشعوب والمجتمعات الإفريقية وتستند إلى مبدأ الملكية الوطنية. فعلى صعيد تحقيق هدف الوقاية من النزاع يتعين أن تستهدف أنشطة الاتحاد الإفريقي تناول المحفزات الهيكلية للنزاعات المسلحة بدلاً من مجرد العمل على إدارتها بعد اندلاعها. ومن هنا فالدول الإفريقية مدعوة لاستشراف فرص اعتماد استراتيجية الاتحاد الإفريقي لتقييم والتعامل مع مواطن الضعف على المستوى الوطني وتحديد السياق المحدد للتطبيق، مع العمل على تعزيز الآليات المعنية لدى الاتحاد لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب من الدولة المعنية. أما على صعيد عمليات دعم السلام الإفريقية فيتعين تصميم تلك العمليات في إطار استراتيجية للتسوية السياسية ولدعم التحول إلى مرحلة إعادة الإعمار والتنمية. وعليه فالاتحاد الإفريقي مدعو لمواصلة موائمة عقيدة عمليات دعم السلام مع طبيعة المهام الموكلة لها، والعمل على تأمين تمويل قابل للتنبؤ بتلك العمليات، والانخراط في آليات تنفيذ مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة العمل من أجل حفظ السلام، استناداً إلى المقترحات التنفيذية التي تشملها خارطة طريق القاهرة المطورة لهذا الغرض. وعلى صعيد سياسة إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، تقدر الإشارة إلى مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات والمقرر استضافته في القاهرة، والذي تم التوقيع على اتفاقية المقر بشأنه مع انطلاق فعاليات المنتدى. ومن الضروري العمل في أقرب وقت ممكن على إطلاق أنشطة هذا المركز، خاصة فيما يتعلق بتمكين الاتحاد الإفريقي من تقييم وإجراء دراسات تحليلية لاحتياجات الدول المعنية وحشد الخبرات والتمويل اللازمين لتنفيذ البرامج والمشروعات ذات الصلة، خاصة تلك المعنية بمعالجة العجز الهيكلي الذي يعوق تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مرحلة ما بعد النزاعات، والمشروعات الموجهة للمناطق الحدودية بالأقاليم المتأثرة بأزمات، وبناء قدرات ومؤسسات الدولة الوطنية، والعمل على إطلاق أنشطة المركز في سياق جغرافي محدد بالقارة، منطقة الساحل على سبيل المثال. وعلى صعيد تمكين المرأة،
فالدول الأفريقية مدعوة لاستخدام المؤشرات العملية القارية المعروفة بـ CRF لقياس التقدم في تنفيذ البرامج التي تستهدف تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن وتشجيع الدول الخارجة من نزاعات في القارة على تبني وتنفيذ خطط العمل الوطنية المعنية بتمكين المرأة وتأمين حقوقها في سياسات التعافي من النزاعات، مع تشجيع الدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي على تعزيز دور الشبكة الأفريقية للنساء الوسيطات في مجالي منع النزاعات وبناء السلام، إضافة إلى دورها الحالي في مجال الوساطة وتسوية النزاعات. أما على صعيد التعامل مع مشكلة النزوح القسري، فيجب تسريع وتيرة التصديق على الأطر الأفريقية القائمة بالفعل وتنفيذها وطنياً، بما في ذلك تبني أحكامها في سياق التشريعات والأطر التنفيذية الوطنية في الدول الأفريقية، مع تشجيع دول القارة على تناول مشكلة النزوح القسري في الخطط التنموية الوطنية والتشاور مع وأخذ مصالح المجتمعات المحلية المستضيفة للنازحين بعين الاعتبار. وعلى صعيد التعامل مع مسألة الحوكمة في مرحلة ما بعد هزيمة التنظيمات الإرهابية، فيتعين تمكين الاتحاد الأفريقي من الدخول في شراكات إقليمية ودولية لتعزيز قدرات مؤسسات الدولة الوطنية من بسط سيطرتها ومد سلطة الدولة إلى المناطق والمجتمعات المعنية، وتشجيع الدول على تصميم برامج فعالة للإعمار والإدماج، وإقامة عقد اجتماعي وهياكل حوكمة وطنية تتسم بالشمول. وأخيراً، وفيما يتعلق بتطوير الشراكات بين الاتحاد الأفريقي وشركائه، فإن عملية الإصلاح والمراجعات الجارية في الاتحاد تمثل فرصة فريدة في هذا الصدد، لا سيما في ضوء تزامنها مع الإصلاحات والمراجعات الجارية في الأمم المتحدة والتطورات القائمة في هياكل التمويل التي اعتمدتها مؤخراً المؤسسات الدولية المالية والدولية والإقليمية. وبالتحديد، فإن طبيعة الشراكات المستهدفة للاتحاد الأفريقي مستقبلاً يجب أن تتجاوز مجرد تمويل المشروعات قصيرة المدى للتعافي إلى الاستثمار في القدرات البشرية والمؤسسيات للاتحاد وللمنظمات والمجتمعات والتجمعات دون الإقليمية، وتبني منظور تحقيق استدامة السلام في صياغة برامج التعاون مع الأمم المتحدة الهادفة لتفعيل سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات. والآن يشرفنا الاستماع لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أصحاب الفخامة والسعادة، رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، السيدات والسادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، يسرني أن أشهد معكم اختتام أعمال الدورة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة. فعلى مدى اليومين الماضيين تناول المنتدى أبرز القضايا المثارة في قارتنا الإفريقية من منظور العلاقة التكاملية بين السلم والأمن من جهة، وبين التنمية المستدامة والشاملة من جهة أخرى. وكما لمستم، فقد حرصنا على أن يكون جدول الأعمال معبراً عن التحديات التي تواجهها دول قارتنا، وانتشت جلساته مناقشات جادة وصريحة سعياً نحو إدراك أعمق لهذه التحديات والجهد المطلوب لإيجاد حلول واقعية لها. ومن ثم فإنني أود أن أعرب لكم عن خالص الشكر والتقدير لمشاركتكم وإسهاماتكم الفاعلة خلال جلسات عمل المنتدى. ولقد مثلت المشاركة رفيعة المستوى للسادة رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين من دول قارتنا ومن مسؤولي الشركاء الإقليميين والدوليين ومراكز البحث والفكر الرائدة حول العالم تعبيراً عن أهمية منتدى أسوان
للسلام والتنمية المستدامة، كمنصة حوار وساحة لتبادل الآراء والخبرات بين المسؤولين والمهتمين بقضايا القارة الإفريقية، كما أن مستوى المشاركة الإفريقية الرفيع والواسع كان دليلاً على شعور ممثلي قارتنا بالملكية الإفريقية للمنتدى والريادة في عمله، هما المبدأان الأساسيان اللذان حرصنا على تبنيهما منذ البداية. السادة الحضور، لقد أسهم اختيار عنوان الدورة الأولى من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة أجندة للسلام والأمن والتنمية المستدامة في إفريقيا في تقديم حلول جديدة ورؤى ثاقبة لمشاكل وتحديات قارتنا الإفريقية، وذلك وفقاً لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية، إيماناً بأن مصر بأن دول القارة إيماناً من مصر بأن دول القارة تمتلك الإرادة السياسية والحكمة التي تمكنها من التغلب على التحديات المختلفة. وفي خلال يومين من العمل المكثف ناقشت جلسات المنتدى عدداً من أهم قضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة، حيث نجحت في أن تطرح توصيفاً وتحليلاً دقيقين للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية وتعوق عمليات إعادة الإعمار والتنمية وتحقيق السلام. وقد كان من أبرز الموضوعات التي تم تناولها منع نشوب الصراعات وحفظ السلام وبناء السلام والخروج من دائرة التطرف المؤدي للإرهاب وقضايا المرأة والسلم والأمن وقضايا النزوح الداخلي ودعم بناء المؤسسات الوطنية، وذلك من خلال منظور متكامل للعلاقة بين السلام والتنمية المستدامة. كما لم يغفل المنتدى تناول سبل تعزيز وترسيخ الملكية الوطنية لأطر ووسائل تصميم السياسات وتنفيذ البرامج ذات الصلة، مع إبراز الدور الحيوي والمنطقي الذي يمكن لمؤسسات الاتحاد الإفريقي القيام به في هذا الشأن. وقد حرص المشاركون في المنتدى على الخروج بتوصيات ومقترحات لخطوات عملية وطموحة تعالج جذور الأزمات التي تعاني منها القارة. ويهمني في هذا الصدد أن أشيد بالحرص الذي أبداه المشاركون على إلاء أهمية خاصة لموضوع تعزيز دور المرأة الإفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية، فضلاً عن تناولهم لقضايا حيوية أخرى مثل دور المؤسسات وشركات القطاع الخاص كقاطرة لتحقيق التنمية. كما أتاح المنتدى فرصة لمناقشة الإصلاحات الجارية في الأمم المتحدة في مجال حفظ وبناء السلام ومتابعة وتقييم خطوات تنفيذ تلك الإصلاحات، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات الإفريقية ذات الصلة مثل مبادرة إسكات البنادق بحلول عام 2020، والتي ستكون العنوان الرئيسي للاتحاد الإفريقي للعام القادم وخارطة الطريق بنية السلم والأمن الإفريقية. إن مناقشة كل هذه الموضوعات بروح من الجدية والصراحة إنما يبرهن على أهمية التوصيات التي خلص إليها المنتدى والتي تبلورت في إعلان أسوان للسلام والتنمية المستدامة، وهو الإعلان الذي سيمثل خارطة الطريق لنا خلال العام القادم وأساساً لبدء الحوار للمتابعة وتقييم التوصيات الصادرة عن المنتدى وتنفيذها عملياً. السادة الحضور، في ختام أعمال المنتدى أعبر لكم مجدداً عن خالص التقدير والاحترام لما أبديتموه من حرص على المشاركة وعلى ما بذلتموه من جهود في إثراء المناقشات خلال جلسات الحوار، وأنني لعلى ثقة من أن قارتنا الإفريقية الغالية قادرة على معالجة ما يواجهها من تحديات وصولاً لتحقيق هدف الاستقرار والسلام لشعوبنا وتثبيت دعائم التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار فإننا نتطلع إلى استمرار المشاركة الفاعلة في الدورات القادمة للمنتدى
والتوسع في الشراكات الاستراتيجية من قبل شركاء القارة بما يتسق مع مستوى التحديات التي تواجهنا في إفريقيا. ولكي نسارع الخطى على طريق تحقيق التنمية والاندماج الاقتصادي والتكامل القاري الإفريقي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كلمة سيادتكم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، توصيات مهمة خرجت من رحم نقاشات ثرية خلال جلسات الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. الهدف منها بحث التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وسبل التغلب عليها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة في إفريقيا وتعظيم الاستفادة منها من أجل المضي في تحقيق السلم والأمن والتنمية بشكل مستدام، بما يحقق آمال وطموحات شعوب القارة الإفريقية. وقد سعدنا بالحوارات المثمرة وتشرفنا بكم على أرض مصر، ونأمل أن نلتقي العام القادم في الدورة الثانية من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن لقارة إفريقيا تملي صحية وعيونها في كل ناحية وفي مليون حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجمهور.